تحت الرعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله، تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل عطلة للجميع تحت شعار عطلة وترفيه. بطبيعة الحال كمنسق عام وكنائب رئيس جماعة تهرورة فحاولنا أنه نكون في المستوى بالنسبة للاستعدادات الأولية اللي كانت في المخيم بعد توقيف ديال سنتين من كوفيد 19. اليوم كاين الجديد في المخيمات الصيفية، وكنشكروا بهذه المناسبة السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل على رفع منحة التغذية من 25 درهم اللي كانت سابقا إلى 50 درهم، ومنحة التغذية بالنسبة للشباب اللي كانت 30 درهم أصبحت 60 درهم، وهذا إنجاز كبير ولأول مرة في تاريخ المخيمات الصيفية. بطبيعة الحال احنا اليوم كمنسق عام كاين واحد التتبع مراقبة لم بالنسبة للمشاريع البيداغوجية اللي كتقدمها لنا الجمعيات، وكذلك بالنسبة للمطعمة. فالحمد لله المرحلة الأولى ولا الثانية والثالثة عرفت إنجاح كبير، إنجاح باهظ، ليس غير في مخيم هرورة ولكن في جميع المخيمات الصيفية اللي تابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن المرحلة الرابعة والخامسة تكون أحسن. فاليوم الحمد لله كاين واحد التنسيق الإخوان، كنشكر الإخوة الإدارة ومن الأخ مدير مخيم سي بوعزم راحي والأخ النائب سي محو سي حمو، كل الإخوة الأطر اللي ساهرين على تنشيط وترفيه بالنسبة لكل الأطفال اللي كيتواجدوا عندنا هنا في المخيم. اللي كنقول الأباء وأمهات وأولياء الأطفال أنهم بالنسبة للوليدات ديالهم إلى جو المخيم فما كيبقاوش هما أباء ديالهم، فإحنا اللي أباء ديالهم كنسهروا على السلامة ديالهم، لأن السلامة ديال الأطفال هي فوق كل الاعتبارات، فإحنا ساهرين عليهم أكثر ما يكونوا ساهرين الآباء والأمهات ديالهم. هذا الفضاء اللي كنعتبروه مدرسة المخيمات الشاطئية بالمغرب، وهو معلمة يعني بقى بالبنيات وبالقواعد ديالو الكلاسيكية، نظرا لصعوبة التجديد ديالو بفعل القوانين الصارمة للناس ديال المياه والغابات. بالنسبة لنا هذه السنة احنا في المرحلة الثالثة، استقبلنا مجموعة من الجهات، منها جهة فاس مكناس، ومنها جهة الدار البيضاء أنفا، ومنها جهة العيون الساقية الحمراء، كذلك بعض المنظمات اللي منهم منظمة الطلائع أطفال المغرب، وجمعية ديال لاديج، وجمعية الطفولة والتمكين. يبلغ عدد المستفيدين أكثر من 1400 مستفيد، الكل هنا على قدم وساق لتلبية احتياجات الطفولة والشباب من خلال برامج متنوعة ومن خلال برامج ذات جودة. وبالمناسبة نشكر كل الفاعلين الجمعويين المستفيدين من فضاء تخيم هرهورة على المجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها في إطار السلامة ديال الطفولة. وكذلك بهذه المناسبة الوزارة كذلك تجندت ووضعت رهن إشارات الفاعلين الجمعويين. فضاء للتنشيط هو عبارة عن خشبة لعرض المنتوجات الفنية لمجموعة من الطفولة، لمجموعة من المواهب. ولقد كانت هناك مجموعة من الأنشطة، أنشطة بيئية، استضفنا جمعية مدرسي الحياة والأرض في ورشات وفي معارض من المتلاشيات الخاضعة للتدوير، كذلك استضفنا الهيئة الوطنية للأنشودة التربوية التي قدمت مجموعة من الورشات. وغدا لنا لقاء مع مجموعة من الفنانين من بينهم سي محمد خيي الذي سوف يقوم بمعية فريق من العمل بتقديم مجموعة من الورشات الفنية. إذن كنشكر وسائل الإعلام على المجهودات وعلى التغطية ديال هذه الأنشطة ديال المخيم، وحنا دائما سعداء لتلبية حاجية الأطفال على اعتبار أن المخيم هو مؤسسة مؤثرة، مؤسسة للتنشئة الاجتماعية تتكامل مع باقي المؤسسات التنشئة الاجتماعية المتعارف عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم الكريم رشيدة الوردي، مديرة تربوية بمخيم الهرهورة في إطار تشبيك مجموعة من الجمعيات المحلية دار بيضاء أنفا. المخيم كما كتشوفوا هو غابوي شاطئي، بعد ما توقفنا بطبيعة الحال لمدة ديال سنتين بسبب
كوفيد، الحمد لله دابا رجعت الامور كما بغينا. الشعار ديال المخيم اللي هو بيئتي صحتي، اعتمدنا على هذا الشعار للمحافظه على البيئه وكيفيه تدبير الماء، ترسيخ هذا المبدا هذا للوليدات في اطار مجموعه من الانشطه ومجموعه من الورشات، من بينها الورشه ديال ورشه تحسيسيه حول البيئه، كذلك ورشات حول كيفيه تدبير الماء، معامل يدويه اللي كتضمن اعاده التدوير وكذلك الصباغه، مجموعه من المسابقات نفس الاطار كتضمن مجموعه من الاسئله لها نفس كتضم في نفس المجال. بالنسبه للاكراهات ما كاينش اكراهات اللي هي كثيره، ولكن جانب يعني النتائج الايجابيه اكثر من النتائج السلبيه. نظرا لان الوزاره ديال الشباب والرياضه كانت عنت على انها غتكون 250، ولكن نظرا بعد اغلاق بعض الفضاءات حتى الاخير لحظه، كذلك بعدم اصلاح مجموعه ديال الفضاءات اخرى، بعدم توسيع البنيه التحتيه ديال هذا كذا، خلى انه يكون ضغط، وخلى انه بلاصه ما يكون كل جمعيه عندها 100 ديالها ولا 150 مستفيد، فكان 150 كيشتركوا فيها خمسه او اربعه، وكانت عندنا في عمله الدار البيضاء انفا خمسه ديال المخيمات توزعت على 33 جمعيه، بالتالي ضروري انه يدار تشبيك، وضروري انه يدار حصيص من اجل الاستفاده، وكنقولوا اننا نخيموا بدل من ان تكون سنه بيضاء، لان الاطفال بعد مرور سنتين من ايقاف يعني عمليه التخييم فوقع واحد الخلل حقيقه، وقع خلل لا في النظام التربوي لا في النظام البيداغوجي لا في النظام الاخلاقي ديال الشارع اللي كنشوف، اللي كنعرفوا ان الشبيبه والرياضه كانت كتهز واحد الحمل ثقيل في هذا المجال، سواء داخل دور الشباب او داخل الفضاءات ديالها اللي تابعه لها. الاضافه اخرى ان هذه السنه ما بانش ان المؤسسه التعليميه كذلك اندمجت او التعليم، اللي غيخلينا اننا نقولوا ان الاندماج في المجال ديال الحكومه في هذا المجال كان ادنى في هذه السنه من اي سنه اخرى، لان السنوات الاخرى كانت حتى اخر لحظه، وكانت الشراكات مع وزاره الشباب والرياضه ووزاره التربيه الوطنيه كانت كتفتح المؤسسات في وجه يعني الوزاره وتعطي المؤسسات، اللي كيخلي ان الاعداد كتكون كثيره، فربما هذه من الاسباب اللي اثرت في عمليه ديال التخييم. ومساله اخرى اللي زادت اثرت هي النظام ديال المطعمه، تغير نظام المطعم بشكل كلي بعدما كانت الجمعيات والوزاره هي من تتحمل هذه المسؤوليه بشكل مباشر وتحت مسؤوليه الجمعيات، فالان تم ادخال نظام المطعم الى التريتور او مموني الحفلات بعد ما تحط واحد يعني دفتر تحملات لكل مؤسسه، على اساس ان الاطفال يستافدوا من 50 درهم في كوجبه يوميه، من حق ان المؤسسه من بعد ما كانت 17 درهم وتطورات في يد الجمعيات وكانت كتخلي واحد الاثر جميل، ولكن هذه ولات عندها بعض الاثر، ممكن تكون بعض الجمعيات اللي يلاه باديه تقدر تبان لها ان الامور جد عاديه، ولكن بالنسبه للجمعيات اللي احترفت وخذات الاقدميه ديالها في هذا المجال فكيكون عليها تاثير على البرنامج. اولا تاخر النظام الغذائي في التوقيت، مابقاش احترام ديال الوقت اللي كيخليك ياثر قد ما تعطي في الوقت، البرنامج اللي كيجي من بعد منه فكيتاخر وكيسبب بعض المرات الارهاق والتعب، بالاضافه الى بعض الممولين سامحهم الله اللي ما كيحترموش المعايير والمقومات ديال ديك فتره التحملات، اللي هما يعني كيقلبوا على الهامش ديال الربح انه يكون اكبر من اللازم، وبالتالي الوزاره كتتبع هذا الشيء بشكل يومي مع الجمعيات اللي هي جاده، والجمعيات اللي ربما انها كتتبع الحقوق لانها داخل في اطار حقوق الطفل، انه يكون الحقوق ديالو في الموازين مثلا ديال التغذيه في اللحوم ولا في الخضار ولا مجموعه ديال المسائل ان فيها مقاييس طبيه ومقاييس اللي هي علميه اللي خص الاطفال ياكلوها، بالتالي ملي كتكون هكا خص لا ديكلاراسيون ديال الجمعيات، انا ديكلاري المسؤولين اولا الاداره ديال المخيم، ومن بعد اداره المخيم كيكون بشكل متسلسل حتى كيكون يعني تدخلات، وهذا اللي دارت الوزاره ديال الشباب والرياضه العام، لقات بعض الاختلالات اللي خلاتهم انهم يطردوا هاد المتسببين في هذه المساله من اجل حمايه الطفل. بالنسبه للناس اللي عندهم تخوف، كنعتقد ان فعلا المجتمع وهذا الشيء اللي ولا دابا كثرت يعني الاخبار السيئه اللي كنسمعوا في الشارع واللي كدار، هذا ما يخوفش اولا لان
المخيمات كتاثر واحد الجمعيات واحد الاطار قانوني، كاين واحد الشراكات كتوقع ما بين الهيئات المسؤوله، كاين واحد الرقابه لصيقه يوميه، كاين عدم يعني المسؤوليه 24 ساعه. الا كانوا الاباء كينعسوا ولادهم والصباح حتى كيفيقوا كيلقاوهم، فهنا المؤطرين ولا المسؤولين ديال الجمعيات كيسهروا ليل نهار 24 ساعه على 24 ساعه. المخيم ككل كيوفر مجموعه ديال الاجراءات الطبيه، المستعجلات، التعاقد مع المستشفيات الخصوصيه من اجل اي حاله انها كيتم يعني التصرف فيها، بالاضافه الى تتبع ديال ان هاد الناس هادو مكونين تكوينات اللي هي تربويه وتكوينات اللي هي يعني اكاديميه اللي كتخليهم انهم يسهروا على الراحه ديال هاد الوليدات. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.